أبواب الأفضلية وتقديم الأهم، ومع ذلك كله يبقى بعد ذلك النتيجة مجهولة، ما تدري يرحمك الله بأي شيء تعطيه لأي أحد بأي مظهر كان. إنما عليك أن تقصد من لا يتفطن له، وتقصد من يكون حاله مع الله تعالى حال تقوى. ففي الغالب أن هؤلاء يتضاعف العطاء معهم ما لا يتضاعف مع غيرهم من الخلق، ويكون سبب لرضوان الله تعالى. وبعد ذلك لا تقطع رفدك وأنت تقدر عمن سألك كائنا من كان، ولو أن ترده ردا حسنا بكلام حسن. ولا قدم له أكل مشبوه قال ما بيكسر خاطره، قل إلا واجب عليك أن ترد هذه الشبهة وأن تمتنع عنها، وماشي جبر خواطر في مخالفة الفاضر، ماشي جبر خواطر في مخالفة الفاضر أو لا. وبعدين تسمعه يغتاب تجبر خاطره، تسمع الغيبة حقه ولا تساعده عليها، وسب مسلم تسب معه جبر خاطر، أعوذ بالله، وتساعده على كل معصية جبر خاطر، ماشي جبر خاطر في هذه النية الفاسدة، فاسدة ما تنفع صاحبها، ما تنفع صاحبها. من كان عليه دين هل يتصدق؟ فمهما كان يرجو قضاء الدين من أي وجه، أو كان صاحب ثقة قوية بالله غالبة عليه فلا عليه، وإلا فالبداية قضاء دين أولى، وذلك هو الفرض، ولا ينتقل إلى النافلة مع ترك الفرض، فتعجيل قضاء الدين أولى. ولكن من كان ماله واسع أو يتوقع قضاء الدين من أوجه يراها أمامه، أو كان صاحب يقين، فهذا حاله هو سعة المجال ومفتاح الباب لا. وأما ما عدا ذلك من عامة المسلمين فلا يجوز لمسلم يقدم صدقات نوافل على قضاء ديون لازمة عليه لا يتوقع قضاءها من باب ظاهر له، فقضاء الدين أولى، هذا واحد. وأما حال الآخرين من أهل الصدق فقد كان صلى الله عليه وسلم يستدين لأجل الصدقة، يستدين لأجل الإعطاء والإنفاق. وكذلك كان بعض أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولما كانوا في الطريق وذبح بعض أبناء الصحابة لهم راحلته حتى استدان يكرم المسافرين، فلما قدم المدينة فرح منه أبوه أثنى عليه، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. لكن أظهر الصدقة فيه فائدة من دعاء صالح من درجة، وليكون إظهار الصدقة أفضل، ما كل إظهار أفضل ولا كل إخفاء أفضل، والغالب أن الإخفاء والإسرار هو الأفضل. ومن أمن الرياء أمل الاقتداء، فقد يكون الإظهار له أفضل في بعض المواطن التي بسببها إما يحوز اقتداء من الناس يقتدون به في سنة حسنة، وإما غير ذلك من المصالح المشروعة أو المرغبة في الدين. أما حد الإنفاق الذي لا يكون فيه إسراف ولا تكتير فمختلف باختلاف أحوال الناس، أحوال الناس. أخذ الصدقات لآل البيت، أما الصدقات المفروضة فحرام عليهم، لقول صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس إن لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فإن في خمس الخمس ما يكفيهم. وعند انقطاع خمس الخمس قال كثير من أهل العلم بجواز صرف ذلك إليهم. وقالوا أن تحرزهم وتورعهم أولى لهم، وأن
المزكي والمتصدق مهما كان صاحب إيمان يحب القرب فإعطاؤه لهم من غير صدقة من حر ماله طيبة بها نفسه أزكى له أولى. والمحتاج منهم لا شيء عليه في أخذها، فأما أن يمنع الصدقة وتمسك الأيدي في بذل الهدية والإكرام وخمس الخمس معطل من زمن، فما يكون ذلك مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله ولا في شرع لأمته. فبقي الحال أن احترازهم أولى وأبرك لهم مهما كانوا، وأن إعطاءهم من ذلك يجوز للمحتاج منهم أخذه، ولكن المعطي مهما كان أقوى إيمان فتجنيب لهم هذا وإعطاؤهم غير هذا من ماله الخاص أفضل له وأكرم، كالحال مع الأرحام. قال بعضهم يجوز يعطي زكاة أرحامي، يجوز تعطيها الأرحام، ولكن أن ترفع أرحامك عن الأوساخ وتعطيهم من مالك الخاص له أفلا وأفضل وأبرك لك وأيسر، أن يفتح الله الباب ليوسع رزقك، ما عاد معك إلا زكاة بتعطيها حد أختك ولا بنت أخوك ولا بنت أبوك، ليش ما تعطيها من باقي مال الثاني لما وجبت فيه الزكاة؟ أبرك لك وأفضل، وإن كان يجوز لك أن تعطيها.